السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر التقنية، وياكم أخوكم سجاد الشمري، ورجعت لكم بفيديو جديد، فيديو راح يثبت خيارك باختيار الجهاز المناسب بالنسبة لك أنت. خلي يكون اختيارنا للهاتف مو بلغة الأرقام، يعني أنه إحنا مو من خلال الأرقام اللي راح تقدمها إن الشركة. شلون يعني؟ يعني مو مثل ما راح تقول الشركة، أكيد أنه الشركات مؤخرا بدأت تطرح مواصفات وهي بالواقع مو نفس المواصفات اللي موجودة داخل الجهاز. يعني شلون؟ راح أضرب لكم مثال. يعني الشركة من تنزل جهاز معين راح تقول أنه هذا الجهاز راح تكون كاميرته هي 13 ميجا بكسل، راح تكون معالج الخاص به هو 8 النواة، وراح يكون بطاريته هي 3000 وما أعرف إيش قد ملي أمبير. يعني تحاول تضخم المواصفات اللي موجودة على الجهاز نفسه، بينما لو نرجع لأرض الواقع فراح نجد أن مواصفات أنزل من مواصفات هذا الجهاز ينطينا خدمة أفضل، وأفضل بكثير، يعني مو بشيء قليل، بشيء ملحوظ جدا. يعني قبل فترة نزلت شركة هواوي جهازها الجديد وهو الواي 6 برو، والواي 6 برو كان يحمل كاميرا 13 ميجا بكسل. 13 ميجا بكسل يعني لو نجي لغة الأرقام راح تكون هي أقوى من كاميرا البي 9 اللي هو 12 ميجا بكسل، صحيح؟ يعني 13 أقوى من كاميرا 12. بينما لو نجي لأرض الواقع راح تكون دقة الكاميرا اللي هي 12 بالبي 9 أفضل بكثير من كاميرا الواي 6 برو اللي هو 13 ميجا بكسل. وهذا مؤشر قوي إلى أنه إحنا من ناخذ الجهاز ما نبحث على لغة أرقام، يعني أنه هاي الكاميرا راح تكون كذا. خلينا ناخذ الجهاز اللي مستخدمينه قبلنا أشخاص أو أشخاص نعرفهم، يعني نسألهم أنه شنو رأيكم بهذا الجهاز، شنو قدم لكم من مواصفات، هل واقعيا انه كاميرته كانت 13، هل واقعيا انه معالجه 8 كان يعني معالجه قوي لفتح التطبيقات وغيره، هل انه بطاريته عند ما تصرح الشركه وتقول هي 3340 ملي ام، هل هي يعني هاي البطاريه راح توافق وياي بالشحن، راح تعطيني خدمه اللي انا متصورها او لا. عندنا الجالكسي اس 2 وجالكسي اس 3 من شركه سامسونج، كاميرتنا الخلفيه للمعلومه هي 8 ميجا بكسل، صحيح؟ صحيح. بينما كاميرا الجي 7 برايم والسي 7 والسي 5 هي 13 ميجا بكسل. الفرق ايش قد؟ الفرق بين ال 8 وبين 13 تقريب 5 ميجا بكسل. بينما لو نجي لارض الواقع راح نلقى انه كاميرا الاس 3 هي كاميرا دقتها جدا جدا قويه، ما لها منافس من ناحيه الالوان ومن ناحيه تشبع الالوان. اقصد الجالكسي اس 3 هو 9300 بدون حرف الاي اللي هو نيو. فيعني اكو فرق ما ناخذ بالارقام، وحقيقه تخفي عني انه اكو علاقه طرديه بين الكاميرا وبين الشاشه. هو اللي يسالني شلون؟ يعني عندما تكون كاميرا بدقه 13 ميجا بكسل او بجهاز السوني بدقه 21 ميجا او 20 ميجا بكسل، وتخيلوا انه عليها راح تكون شاشه تي اف تي من نوع اللي متواجده على الجراند برايم اللي قبل ايام نزلتي، فشنو راح يكون ادائها؟ راح يكون ادائها فاشل. تعرفون شنو فاشل؟ يعني كاميرا قويه والوانها قويه لكنه عرض الشاشه راح يكون فاشل. فكل ما زاد حجم الكاميرا او دقه الكاميرا لازم تكون الشاشه تدعمها بشكل رسمي. يعني احنا ركزنا وقلنا الجالكسي اس 3 الصوره مالته راح تكون قويه وتشبع الالوان قوي، اكيد انه فعاليه الكاميرا 8، والكاميرا 8 اقصد 8 فعليا مو 8 رقميا، يعني رقمها 8 وهي قد تكون دقتها 5، لا 8 فعليا، زائد شاشه من نوع سوبر اموليد، كان الالوان اللي موجوده بالشاشه جدا جميله وعطتنا تجربه جدا راقيه وصارت عندنا قفزه بالتصوير. فالعلاقه دائما تكون بين الشاشه وبين الكاميرا هي علاقه طرديه. ولو نقلب العكس، قد تكون عندنا شاشه سوبر اموليد والوانها جدا قويه وعليها كاميرا 5 ميجا بكسل، شنو تتوقعون الصوره؟ مثل ما موجود على الجالكسي جي 2، جالكسي جي 2 شاشه سوبر اموليد وكاميرا هي 5 ميجا بكسل، يعني راح يكون اكو اختلاف جدا قوي، ما طالنا الصوره اللي كنا متوقعينها. والجي 1 ايس ايضا 5 ميجا بكسل اللي يسالني عليه، فكانت الصوره يعني ينقصها بعض الدقه من ناحيه الكاميرا وليس من ناحيه الشاشه، لانه شاشه سوبر اموليد وما بيها اي قصور. اما العلاقه الطرديه الثانيه فهي العلاقه اللي راح تكون بين المعالج وبين الذاكره. يعني تخيلوا انه الجالكسي اس 7
يجي بذاكرة 8 جيجا أو يجي بذاكرة 4 جيجا، بينما المعالج مالته هو كوالكوم سناب دراجون 8 نوا وبي معالجة للفور جي و64 بت، شنو راح يكون؟ راح يكون أداء الجهاز قوي، لكنه بمجرد ما تمتلئ هاي الأربعة جيجا راح يكون الجهاز رديء وراح يعلق وراح يعطيك إشعارات، ويعني راح تكون ماكو توافق بين النطي. لو نقلب العكس مثلا، قد يكون الجالكسي جي 1 أو جي 1 آيس اللي هو المعالج مالته رباع النواة نوكله بذاكرة 64 جيجا بايت كذاكرة داخلية، إيش راح يصير؟ أكيد راح يكون تعليق مو طبيعي بالجهاز وتهنيق على قولة المصريين إخواني، فراح يكون الجهاز ثقيل، يعني ما راح يكون أكو تنسيق بين الذاكرة وبين المعالج. فكل ما اختارنا جهاز بذاكرة معينة خلينا نلاحظ المعالج مالته كم ونحاول إحنا نقرب الصورة نشوف أكو توافقية، هل الذاكرة إذا امتلأت الجهاز راح ينطينا فعالية، هل يعني إذا العكس إذا الذاكرة خفيفة والجهاز كان قوي شنو اللي راح يصير وشنو القلل راح يصير بيه. عندنا هسه صارت علاقتين، علاقة طردية بين الكاميرا والشاشة وعلاقة طردية بين الذاكرة والمعالج. أما العلاقة العكسية فعندنا علاقة واحدة عكسية بهذا الجهاز، أقصد بالأجهزة الإلكترونية بصورة عامة، فهي بين البطارية وبين المعالج. كل ما زاد حجم البطارية وقل المعالج راح ينطينا أداء قوي. يعني أضرب لكم مثال، لو كان عندنا الواي 6 برو، هواوي واي 6 برو هو معالج رباع النواة أو 8 النواة لكنه بطاريته 4000 ملي آم، كانت العلاقة عكسية، فكانت السرعة اللي موجودة على الجهاز سرعة قوية جدا، يعني بحيث أنه هي ممتازة لأبعد حد ممكن، يعني إحنا نتخيله. بينما لو نجي للأس 3 جالكسي أس 3 المعالج مالته هو 8 النواة أو رباع النواة بس دارينا أكيد، البطارية مالته هي تقريب 1800 أو 2400، أجت نسخة هي مطورة. فكان أكو يعني صحيح الجهاز قوي وشحنة قوي جهاز ممتاز، صحيح أنه الجهاز قوي وسرعته قوية، لكنه للأسف شحنة يهبط بسرعة، وهي هاي العلاقة العكسية. يعني عد ما نختار الجهاز خلي رغم أنه هاي المواصفات كلها صارت عندنا معلومة عنها، خلي يكون ببالنا أنه أكو توافقية بهذه المواصفات وأكو مصداقية من الشركة، وما أحاول أعتمد على الشركة، لأنه نصيحتي لكم الشركة بدأت تغش، أقصد الشركات بصورة عامة، يعني تذكر مواصفات وتعطيك مواصفات غير. فأنت حاول تأخذ الجهاز مجرب، حاول تأخذ الجهاز اللي نصحك به شخص آخر مجربه غيرك، ما يهمك الشركة إن كانت هواوي أو إن كانت سامسونج أو إن كانت HTC أو لينوفو أو وان بلاس وان، فكلها أجهزة هي بالنهاية شركات تجارية، والمصلحة الأولى والأخيرة فهي مصلحتها. لو ما تدور مصلحتها ما كان نزلت أجهزة إنك مستخدمين. فاحنا خلي هم يكون ندور مصلحتنا بالمقابل، يعني مثل ما الشركه هي تدور مصلحتها احنا ايضا ندور مصلحتنا وندور الجهاز المناسب. تبقى الشركات شركات استثماريه، شركات تدور مصلحتها بالدرجه الاولى، ويعني صحيح يهم المستخدم وراي المستخدم لانه هاي السمعه تعتبر، لكنه بالدرجه الاولى هي شركه استثماريه. فنصيحتي لكم قبل ما تشترون الجهاز حاولوا تاخذون معلومات كافيه عن هذا الجهاز وعن أشخاص مستخدمين قبلكم. أتمنى هذا الفيديو فاتكم بشيء وضاف لكم معلومة. بالنهاية قبل تحياتي أخوكم سجاد الشمري من قناة ماستر تك.